موجة صباح، موجة صباح كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع فتحي حرابي وسحر حامد على راديو ماد. موجة صباح. تصبيح، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا لقيت ذي وقيت البنا وقيت مخميخة. اليوم باش نعطيكم غوسيت نتاع هما حاجتين بنين، اما هما في حاجه برك اللي هما كي نقولوا طاجين معناها حاجه بنينه، كي نقولوا كفتاجي حاجه بنينه. اليوم باش نعملوا الطاجين الكفتاجي. دونك هنا نحكيو باش نحيو الروتين شويه، نبدلوا نكهه الطواجن. دونك اكله تونسيه بامتياز اللي هي طاجين الكفتاجي. باش ناخذوا 500 غرام قلب وكبده واللحم مخلطين، 250 غرام قرع احمر، بصله مفرومه، زوز فصوص ثوم مفرومين، عظمتين مصموتين، كعبتين بطاطا. باش ناخذوا معدنوس، 8 عظمات، فلفل اخضر، طماطم، 4 كعبات هكاكا، زوز مغارف شابلور. باش ناخذ زيد نص فنجان صغير زيت، زوز مغارف كبار جبن مفروم، نص مغارفه كبيره زبده، فلفل احمر، فلفل اكحل، تابل وكرويه وملح. نبداو نقليو نقليو بليتو الخضره، نقصوها مكعبات الكلها مع العظم اللي ماذا بينا يا اما نصمتوه يا اما نقليوه. زيد نقليو اللحم في شويه، نقليو الحم في شويه زيت، نمرقوه بشويه ماء، نخليوه يطيب، ومن بعديك نزيدوه المقادير الاخرين اللي هما القلب والكبده. ندهنوا طبق الفور بنص كميه الزبده، نحطوا فوقها الخليط، ومن بعديك نحطوا بقيه الزبده من فوق باش يعطي كل لون الدوغي والريحه البنينه فوق الطاجين. نحطوه في الفور مده 30 دقيقه على 180 درجه، وهكا يكون عندنا طاجين كفتاجي ولا اروع. مخنيسه جات أعطيني غنية هكا تجم نسيني شوية في الشغل.